تأسيس إطار بهذا الخصوصية وبهذه الموضوعات هي في مدينة فاس، ويأتي لينضاف إلى سلسلة الإطارات التي تشتغل في هذا المجال في المدينة، لأن هناك جمعيات تشتغل في مجال التبرع بالدم. نحن نتمنى أن نكون رقما إضافيا في هذا التخصص، ونعد بأننا إن شاء الله غادي نوضع برنامج عمل قوي جدا يليق بالمكتب المركزي وحجم الشراكات اللي عنده، ويليق أيضا بنا حنا كأشخاص عندهم قيمتهم في هذه المدينة. وشكرا جزيلا.